السلام عليكم متابعينا الاعزاء، ان شاء الله راكم بخير. جيناكم في فيديو خفيف نوضح لكم واحد لا ديفيرونس بين زوج اجهزه التحكم في انارة الدرج لاد بيانو. عندنا الموديل الاول واللي ننصحكم به، الموديل هذا يمدلنا 24 واط في كل مارشا، باركونتر هذا يمدلنا 15 واط. يعني مثال اذا كنا خدامين بلاد كيما هذا 24 فولت فيه 15 واط في المتر، او لي مارش تاعنا زايدين على متر مش راح يجينا لاد من طرف لطرف. هذه لا ديفيرونس الاولى. لا ديفيرونس الدوزيام اللي هي في ديتكتور، الموديل الاول ديتكتور تاعو جاي اروندي جورج بوطا، وي ديتكتي بهذيك لي بوين، يعني كي توصل عندو ديتكتي راه يشعل معاك درجه بدرجه. بار كونتر الموديل هذا هاوليك الشكل تاعو كيما داير، هذا قد تكون فايت في الكولوار ديتكتيك نورمال، يعني يخدم وحدو ديتكتي من بعيد، هذا ديتكتي من قريب جاي شغل لازر. هذه لا ديفيرونس دوزيام. لا ديفيرونس ترازيام الراكورد مون تاع لي فيل تاعنا، هذا جاي فيشا، يعني سهل التركيب، لا بوست تاعو تجي منظمه في الطابلو وكل شيء. هذا جاي جور دومين. هادو هما لي تروا ديفيرونس لي عندنا في الاجهزه تاعنا. يعني احنا عندنا دو ديفيرونس لي يهمونا، هو فيه 24 وات والديتكتور تاعو ديتكتي من قريب. هذه هي، ان شاء الله نكون وفقنا في ايصال المعلومه. بارطاجيوها، استفادوا كاملوا، اللي عنده معلومه يفيدنا بها يخليها لنا في التعليقات. السلام عليكم.